السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ معكم حلقة جديدة ومسمعيو ايزي انجلش، وهنبتدي بمشيئة الرحمن مع بعض ان شاء الله. منهج جريد 4 سنة رابعة، كونكت سنة رابعة ابتدائي ان شاء الله. واتمنى لو الفيديو عجبنا نعمل لايك وشير وسبسكرايب، وهسيب لكم روابط الجروب بتاعي بتاع الفيسبوك لو حبيتوا تتواصلوا يكون اسهل واسرع، وكمان لو حبيتوا تسألوا عن الجروبات الخاصة بتاعتي. ويلا بينا نبتدي، واقول لكم الاول كده كل سنة وانتم طيبين، يلا بينا. وهنبدأ مع بعض بكلمات lesson 1. وعندنا foods bananas grapes mangoes watermelon milk sugar cane potatoes tomatoes onions eggs chicken meat rice Egypt farmers animals raise or keep meal breakfast grow produce vegetables drink lunch and dinner Egyptian ready made our country healthier table like which think see build houses feed get have and mean. وكمان عندنا بعض الاكسبريشنز زي special food looks delicious for us come from let's eat many things what else that's right ومعنا conversation between mom and Maggie، محادثة ما بين ماما وماجد، وماما بتقوله lunch is ready، الطعام جاهز أو الغداء جاهز. I made some special food for us، عملت بعض الأكل المميز أو الخاص لينا. ماجد رد قال لها mom it looks delicious، شكله لذيذ جدا. ردت ماما قالت له which food comes from our country do you think، ايه الأطعمة اللي بتيجي من بلدنا تعتقد كده ايه هي؟ رد ماجد قال لها I think we grow rice in Egypt، قال لها بعتقد كده ان احنا بنزرع الرز في Egypt. ردت مام قالت له Yes that's right، ايوه صح. What else، وايه كمان؟ رد ماجد قال لها I think we raise chicken in Egypt، اعتقد ان احنا بنربي كمان الدجاج في مصر. ردت مام قالت له yes and tomatoes and onions، وكمان الطماطم والبصل. Egyptian farmers produce many things you see on this table، الفلاحين المصريين بينتجوا الكثير من الأشياء اللي انت شايفها على الترابيزة دي. let's eat، يلا بينا ناكل. رد ماجد قال لها يوم، يعني الأكل طعمه لذيذ. كمان وفي سؤال كمان برضو مهم، وهو برضو كان موجود في الليسون، وعن what foods do we produce in Egypt، ايه الأطعمة او الأكل اللي بننتجها في مصر. between two girls، بين بنتين. ردت البنوتة قالت لها we produce vegetables like potatoes and tomatoes، احنا بنزرع الخضروات زي الطماطم والبطاطس. عندنا الجزء الخاص بالجرامر في lesson 1، وهي عن قاعدة let's، وحاجة سهلة جدا وذكرناها قبل كده كتير. وهي بتقول لنا ان let's لازم يجي وراها الانفينيتيف فيرب. يعني ايه انفينيتيف فيرب؟ يعني بيكون without any ends، ما فيهوش اي نهايات، لازم يكون في الانفينيتيف فاضي في المصدر، فاضي خالص. like let's go، يلا بينا نذهب. let's play، يلا بينا نلعب. let's sing، يلا بينا نغني. I can't say let's going، غلط، ما ينفعش. let's plays، ما ينفعش، لازم يكون الverb
في الانفينيتيف. Yeah, let's answer this exercise. يلا بينا نحل التمرين ده. وهو choose the correct words. هنختار الwords السليمة. وبيقول لنا we have not in the afternoon. We have breakfast or lunch or dinner. بنتناول ايه في الظهر؟ طبعا بنتناول اللانش. Number two بيقول لنا I drink bananas, rice, milk before I go to bed. انا بشرب ايه قبل ما اروح السرير؟ طبعا الحاجة الوحيدة اللي بتتشرب معنا هنا هي اللبن. Number three بيقول لنا potatoes and onions, grapes or bananas are vegetables. البطاطس وايه من دول؟ هم اللي من الخضروات طبعا الonions. We have breakfast, lunch or dinner in the evening. بنتناول ايه في المساء؟ وناخد بالنا ان have لما بيجي وراها اي اكل بتكون معناها يتناول، ياكل يعني. طبعا الايفنينج اللي هو المساء، طبعا بنتعشى يبقى الدينر. نمبر 5 بيقول لنا Egyptian farmers raise chicken, tomatoes or sugar cane. يعني الفلاحين المصريين بيربوا دجاج ولا بطاطس ولا قصب السكر؟ طبعا بيربوا الفراخ، chicken. Number 6 بيقول لنا Egyptian farmers grow animals, rice or chicken. الفلاحين المصريين بيزرعوا حيوانات ولا رز ولا فراخ؟ طبعا rice. Number 7 بيقول لنا We have breakfast, lunch or dinner in the morning. والمورنينج اللي هو الصبح، يبقى بناكل breakfast. Number 8 بيقول لنا The food is delicious. الأكل طعمه لذيذ. Let's، وطبعا اتفقنا ان let's لازم يجي وراها الانفينيتيف فيرب، يبقى let's eat. Number 9 بيقول لنا we get milk from، بنحصل على اللبن من chicken, animals, sugar cane، طبعا من animals. Number 10 بيقول لنا we get onions, eggs, rice from chicken، بنحصل على البيض منين؟ طبعا بنحصل عليه من chicken. وكمان معانا سؤال punctuation، او بيقول لنا punctuate the following sentences. وعرفنا ان علامات الترقيم هي اللي بنستخدم فيها الكابيتال letters or الماركس، بنستخدم فيها العلامات او الحروف الكبيرة. ونمبر 1 بيقول لنا we grow rice in Egypt. طبعا لازم نكون عارفين ان اول letter في الجملة لازم يكون capital letter، يبقى وي هتبدأ بليتر capital. grow rice in Egypt، وطبعا اسامي البلاد لازم تبدأ بكابيتال letter، يبقى Egypt هيتحط لها capital E. وطبعا في الاخر لازم نحط يا اما question mark or full stop، واي جملة بتبتدي subject بفاعل يعني noun او pronoun لازم بيتحط لها في الاخر full stop، لان هنا بدأ بوي. وي نمبر 2 بيقول لنا what meal are they having. طبعا what تبدأ بكابيتال W. what meal are they having، ايه الوجبات اللي بيتناولوها؟ what ده question word، يبقى في الاخر هنحط question mark. نمبر 3 بيقول لنا Egyptian farmers produce many things. يعني الفلاحين المصريين بيزرعوا اشياء كثيرة. طبعا the first letter adds the sentence لازم يكون capital، يبقى Egyptian هتكون E capital. Egyptian farmers produce many things، وطبعا we will put full stop at the end of the sentence، هتحط كمان نقطة في نهاية ال sentence بتاعتنا. وآخر exercise معانا في lesson 1 بيقول لنا look at the picture and write 3 sentences. بص على الصورة واكتب 3 جمل. وبيقول لنا the foods I like to have for breakfast, lunch and dinner. الأطعمة اللي أنا بحب أتناولها في الفطار والغداء والعشاء. طبعا 3 جمل سهلين جدا. أنا بحب كذا في الكذا، وأنا بحب كذا كذا. يبقى أول حاجة ممكن أقول I like eating beans and cheese for breakfast. أول جملة. I like eating chicken and rice for lunch. I like eating yogurt and bread for dinner. أنا بحب أكل جبنة وفول في الفطار. أنا بحب أكل فراخ ورز على الغداء. وأنا بحب أكل زبادي وخبز في العشاء.
ده طبعا نكون وصلنا لنهاية lesson 1. انتظروني في بقية lessons بتاعت unit 1 لجريد 4 ان شاء الله. اتمنى لو الفيديو عجبنا نعمل لايك وشير وسبسكرايب, واتمنى تنضموا لي جروب الفيسبوك بتاعي عشان لو حبيتوا تستفسروا عن اي حاجة بيكون اسهل واسرع, وكمان لو حبيتوا تستفسروا عن مجاميعي الخاصة ان شاء الله. واشوفكم في حلقة جديدة, ويلا باي باي.